منح الناخب مستويات أعلى من الحرية في اختيار المترشحين، ذلك ما يجسده الاقتراع النسبي الذي جاءت به مسودة مشروع قانون الانتخابات. هذا الأسلوب في التصويت يميزه التفضيل في اختيار المترشحين ضمن قوائم مفتوحة، فيقوم الناخب نفسه بترتيبهم وفق رغبته. في ظل هذا النظام الجديد أعطينا حرية أكثر للناخب أثناء القيام بعملية التصويت، فهو من جهة عليه أن يختار قائمة، ولكن بإمكانه أن يدخل تغييرات أو تعديلات داخل هذه القائمة من خلال القيام بعملية ترتيب حسب ما يراه من أفضلية أو أهمية بالنسبة لمجموع المتنافسين. هذا واش معناه؟ معناه يدفع أولا شفافية أكثر، ديمقراطية أكثر، حرية أكثر بالنسبة للناخب. إبراز المنتخبين والممثلين الفعليين ذوي الشعبية الحقيقية هدف دفع المشرع الجزائري لتغيير نمط التصويت. ترتيب المترشح لا يهم في القائمة الانتخابية حزبية كانت أو حرة، فالمبتغى هنا إبعاد المال الفاسد عن القوائم. المزايا في أنها تقضي على المال الفاسد أكيد، لأن ما كانش رأس القائمة تدوليست، ما كانش، وبالتالي ما تكونش شكارة، لأن كان بكري تدوليست متصدر القائمة يشري مكانه، يعني يدفع فلوس باهظة بالملايين وبالملايير إذا تعلق الأمر بالمدن الكبرى خاصة، وهذا ما لاحظناه من مال فاسد وأثر كثيرا على مصداقية تمثيل. أحكام الاقتراع الجديدة جاءت لتعزز الديمقراطية وحماية صوت الناخب، لكنها تهدف أيضا لإبعاد العملية الانتخابية عن كل الشوائب التي عرفتها سابقا.